والله يريد أن يتوب عليكم. يا غالي كل شيء تتحسر عليه في الدنيا ما في مشكلة اتحسر عليه، بس الحسرة الكبيرة التي لا ترجع بعد ذلك هي الجنة. الآن في الدنيا أخوان، إنسان إذا ما نجح في الدراسة ممكن في دور ثاني، إنسان إذا ما نجح في الدراسة في الدور الثاني في عادة سنة ممكن ينجح، بس إذا حرمت الجنة والله يا أخوان ما في دور ثاني. الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.